تذكر قديش هيك عندك روح النكتة. قديه كنت سلبية خاصة انتو فارس ياغي. ايه صح بعقد فارس مهضومة كتير. فكنت لاحظك مش بس معه حتى مع كتار يعني من الاكيب من الممثلين انه عندك هيك روح النكتة بتعرفي تمزحي ترخيها بس بنفس الوقت هيك بتطلع بحس انه كارمن في عندها هيك هالة هي شوي هيك في شي جواتها ما حدا بيعرفه اوقات ما بتخش ما هو خجل هو مش خجل بعد ما بعرف اذا كارمن تخجل طبعا خجول او لا ما بعرف لا طبعي خجول غريب بعد ما انتبهت لهالشيء تعرفي انه مثل ما انت قلتي مزبوط عندي يعني كتير بحب الناس كتير بحب امزح كتير بحب حدا سوشيبل و بس يمكن في شيء جزء مني خجول ما بعرف ليش ما بعرف ليه بمطارح معينة ما بقدر أتخطي ما كتير توقعت تسألني عن موضوع الخجل يعني هيك كمان فجأتني فيه شوي هيدا الموضوع بس بمحله بحس على حالي بكون مثلا باجتماع أوقات أوقات مش اجتماع شغل يعني فيه يكون جروب أصحاب عم نحكي وفايتين بحديث وبيضربني الخجل خجل يعني بيروح درجات لقدام يعني بيحمر وجهي كله بعبي واكتشفت انه خلص قد ما عندي اياها لهيدي الشغله من انا وصغيره صرت احكي صرت اقول انه بس اخجل بقول بعرف انا محمره هلا كثير محمره بعرف هيدا الشيء عادي خلينا نكمل ما كان انا محمره خلينا نكمل الحديث ما تحسسوني انه انا هلا قديش محمره ورح يطلعوا دموعي انا شوي فعندي هيدي الشغلة إيه ما بعرف ليش